بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. عند دانية المال لمفردات كلم كتابة دا بحث كريع عندي قال الرديفي أواناوا بعين دس بي أكان. أم عندي اسم للحضور الحسي، لا أصلا ناوا بو حزوري حسي، يعني حزوري كهزتي ببكي واتي سابر أم شتا عندي للا يمنى يعني حسي بي أكان. أقر شتا كان محسوس بي رنق أقر عندي بو بكار بري مجازي بي أوكات، أنا لا أصلا بو حزوري حسية. وكو مثلا فلما رآه مستقرا عنده، كاتك بيني رآه هيك بو عرشي بلقيزة شئته أو عرشي بيني سليمان كحالي عرش كوايا بيني بشي بمستقري، يعني يقيني باكر كمستقرة جيجيرة عنده للا يخوي لبنا يخوي. هروها اسم للحضور المعنوي، وحضور المعنوي شبه كواتا أكريم مشترك بيبو هردوكيان، وأشكريم مثلا مجاز بحقيقة بي لحزوري حسية أو مجاز بي لحزوري معنوية ببيت شوانوة. وكو قال الذي عنده علم من الكتابي، هلو بوارا عليه وتي أو كسي كللاي أو علمك هي زانينك هي لكتاب، يعني إسا كتابك كتابك آسماني أو كاتبه يا كتابك منزول لوح المحفوظ به كبشك لو علمي بيدرا به برحال أو علمك عجايب بوا شو كبما توانيوتي كاري سرسر هنر أنجام بدا آخر أو باسي تختكي بلقيسة مثلا لسبأ وبيبا بو فلسطين كحزرة سليمان لبي جي جير بوا مثلا قال الذي عنده أول قال عفريت من الجن، عفريت يقول الجن أو يود وتي من بودي نموا، يعني أود بودي نم زاد دقيق ما وقيك شن يبود. قال عفريت من الجن أنا آتيك دي قبل أن تقوم مقامي وهي أونية سوري نملة فيم خوش أو يقدو مورده باسكين سوري نمل. أمجارة قال الذي عنده علم من الكتاب عفريتك بقرميت أهين أما عف ري ريت قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أخراون أبو قبل أن تقوم من مقامك، يعني عفريتك للجن عفريتك ديوزل وتي من بودي أنا مبرلويك هستي لجيغك إخوان وإني عليه لقوي أمين. من هم بهيزم كاركم في أكري هم أمانة داريشم خيالات بأمانة دكنا. أما أعوى قال الذي عنده علم من الكتاب، وادي راح حضر سليمان لو بلتري بوا برلويك أم هستي أو أبي زوتر لو بوي بيرن. أما أعوى قال أعصى في كر برخياب وكوزيري حضرة سليمان، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. باشا يعني أوكسك علمك لكتاب للابوتي من بودينم تختكت بودينم قبل أن يرتد إليك طرفك برلويك وطرف يعني نقايتو برولايتو بيتو عيسى إنسان أوات ما شايك كا دواي أو شاو داخاتو يعني هر أوني بيش يتاب بودينم بكردي خوان يعني شاو تروكانيك بود حاضر أقام أوا جاديارة أو علم من الكتاب أو علمك جيوازة وكويك برين تنوينكيك بيويتي بو تعظيم بياني علم عظيم من الكتاب أو كسك أو إلى لابو جائسة للابوني علم مسيس علم للاي من بي أما حسينية بلكو شيا حزوري هي حزوري هي علمك ولي مثلا حزورك معنوية حزوري حسينية من باشا على علمك بويك يعني علمك عظيم
علمكي جوره يعني توني هنيه شن بنكيره هنا بيتي يعني لقال ام او علماني كمتعرفه بو اي ما لقال اواني جوازي هي يعني رنقة وكو ألين علمي لدني يعني مثلا رنقة علمك أو بو حضرتي خدر الله وآتيناه من عنده من لدنا علما الله ينخو معنا وعلمك وان في دام أمش دو علم لدنيا كديار أما علمك مثلا تايبتك كاري خارق العادي في أنجام أدري وللقرب كذلك يعني عنده بون نزيكيش بكاره بري مثلا شلون عند سدرة المنتهى كباسي لباسي معراجي في غنبرة صلى الله عليه وسلم مترح به أو مثلا أو موردية أو كوب نوايا لا يداري بناوي سدرة المنتهى كعندها جنة المأوى كلا لا أو سدرة المنتهى يا جنة المأوى جايسة أو جنة المأوى للاتي يا أو شتيتر عند سدرة المنتهى في جوابه آية شني أديب آية في جواب خبرناه ولقد رآه نزلة أخرى دي عند سدرة المنتهى وتا لجارك كتير بيني ويتي لكوا بيني لا سدرة المنتهى بيني حالبي كام سدرة المنتهى أو سدرة المنتهى كجنة المأوى للآية أو للابونة بمنا نزيقبونة لنزيكي ويتي ونحو إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار خواهي قولة بازي كومالك لبيغمبران أكادرو دي خواهي لسربي علي أوانا للاي إما لكساني حلب جاردي شاكن شاكا كارن أخيار كري جمع خير يا جمع خير بي وانا شاكا كاران دي أمجار مصطفاش منا حلب جاردي للاي إما وانا للاي إما أو يعني النزيكي إيمان آوة وكسر فائها أكثر من ضمها وفتحها وديار عند عند وعندش وندرا وتوا بلا ما ما كفى عرفي لك مكسور بيه زورت لا الله ما كي ولا فتح كشي ولا تقع إلا ظرفا أو مجرورة بمن ولكلام عربة واقعنا بيا مقر أمك يا ظرف أبي يا مجرور بمين أبي يعني كمجرور شبيه لناو حرف جر كان فقد بمين به أي أوني إلى عندي من هي عليه وقول العامة يعني قولي خلق الرمكي بعمومي وكارين وذارين ذهبت إلى عنده يعني شو ولا فلان كس أو كعليه إلى عنده يعني إلى بروسر عنده أو لحن حالبي لحن يعني غلطة وهروها وقول بعض المولدين مولدين يعني كساني دواي أو كسانك استشهاد بالشعر يعني نكره آخر عربي إما كلامي جاهلي هي دوراني نفامي أو أنا استشهاد يعني بيكره مخضرميني شيء مخضرمينيش كسانك إنك هملا جاهلي أبون هملا إسلامتي شابون مثلا كسيوا أبوه وك لدوراني في غنبرة درودي خوالي مثلا بي صالي عمر بو بي سبحان صال سي صال إيماني هنا هو أو قسمتي إلى عمري لنا إسلام أجوزرانا قسمتي كشي إلى جاهلية أجوزرانا أو بيعمل مخضرم أوانا لدواي أو يتر عصري دواي أوانا كي يكسر لنا إسلام أبي مولدين يعني بيعمل هو بري داهي نران يا شو زانم يا مولدين باسم مفعول يعني أواني ك وكوبري هن رابيتنا آراوة مسألة شيء أو بعض مولد الله كل عند لك عندي لا يساوي نصف عندي هر عندك يعني هل لابونك لبوتو للايمن بارا مساوينية يعني يكسانية لقلني وعندك لا قال الحريري حريري والله أما لحنة يعني غلطة أما وليس كذلك يعني من يجمع ووانية غردنية بل كل كلمة ذكرت مرادا بها لفظها فسائغ أن تتصرف تصرف الأسماء وأن تعرب ويحكى أصلها بل كهر كلمة كذكر كري ولي كذكر كلام ما بس بكلمة لفظي أو كلمة مثلا كل عندين هر عندك باشا هر عندك بوتو هيا بلاي منو
مساويني وعندي نية. يعني أمانية مثلا عندي فلان، عندي فلان، ستولى عندي كتاب، عندي مال، عندي سيارة، أوهم عندنا تويجي هرشي عند ده بقيني وعندك من ناوي هو لفظك إرادة كرا وحالبي بل كزورش بليغه. بس هر كلمة كما بس لكلمة كاللفظ كلمة كبير صائغة وتجائزة بمعنى دي اسم كان تصرف ياتيكري وجائزة معربش كرينها كل عندنا ها جري قرتوا باشا ويحكى أصلها وأشكره هر أصلكي حكايات كري أصلي كلمة كا خوي مثلا حالتي شون بو إعرابي نديتي وك مثلا مو محكي نقلي كي كلمة إعرابكي هناو باشا وجه أو آخر كي نصف عندين عندك هر هنا هر وكو عندي أول واية ولم أصلكي هناو ها عندي بكسرة وتنويني بيناو وكو أصلكي هنا بشون ده أصلا با توجبو همیشه مضافه تنوین ناگری تنبیهانی دو تنبیه لره الاول قولنا عند اسم للحضور وكا ايموت من عند اسم بو حضور جا حضوره كا ايسا حسي بيا معنوي باشا هو موافق لعبارة ابن مالك يعني اوش هوريا موافقه يقا اقريتو لقل عبارتك ابن مالك اما والصوابو اسم نية بو حضور بركو اسم لمكان الحضور أو زور يعني لما مزافة محذوفة اسمه مكان حضور فإنها ظرف لا مصدر شو نقر إما بيجين أما اسم بو حضور كحضور مصدر أو إيش معناه مصدر عدا أو كاته يعني وق مصدر بيتوا شاو ليكروا ولي أقبلين بو مكان حضور يعني ظرف دخول واقع عند ظرف نق مصدر وتأتي أيضا لزمانه جا وق بو مكاني حضور دي بو زماني حضور ايش دي وكو الصبر عند الصدمة الأولى أو حديثة صبر لكاتي صدمية كمايا سخرمية كم مثلا يا أو بيغمبر درودي خواهي لسر بي بلاي قبر كاتي بريجنك مناوي مردبو لسا قبرك أقر يو زور بي صبري أكردو أمانة توجب في غمرنا كردو دي خوالة سربي كفي غمر ودعوتي كرب الصبر ولا دعائي كجنك متوجب أو في غمر زور لخوي بو وبشيمان بو لو ك بدون نيزاني بو في غمر أنجا في غمر دو قد فرمي صبر لكاتي صدمية كمايا يعني أبي لا أولا وهر لا أولا ك صدمة كل في وارد أبي كواسط ما بمعناي سخرمية وقعوا بيلك سيك هرونه تصادم صدم وارد مثلا وكبري دو كز بدن لا يكبر خرد كان بياك هلكه ولا يكا اسا او عند الصدمه الاولى يعني عند الزمان الصدمه الاولى عند يا اصلا عند اخوي الصبر زمان زمان الصدمه الاولى يعني زماني صدمه كما يا جئتك عند طلوع الشمس لكاتي طلوع الشمس هات بولاد مثلا او تنبيه يا كم تنبيه دو ثاني تعاقب عند كلمتان يعني جيجي عند قريت ودو كلمة يكي ردو كلمة لدايا بتوري مطلق وكل لدى الحناجري حناجري جمع حنجرة يعني آلي را مثلا وكو بلي هناسة كانت اللي واجيري كربو يا لدى الباب لا يدرقاك وألف يا سيدها لدى الباب يعني زليخا ولقل يوسف روبروبون توشي سيدكي زليخا بون يعني زوجكي ميردكي ك لفي المكاب يلا فوتي فار توشي او بنو لا يدرقاكا هاوا او لا دارج يعني عند الباب يا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ودول دايت يايا يعني خوي غرو فرمي خوتو أي محمد درودي خايل سلبي لا يا نبوي إذ يلقون أقلامهم أو كاتيك أوان قال مكاني خوان بينو سكاني خوان فرأدا بناو آوكا لسر أو أبو أجر قلمي هل كان كان راس بيوسي لآوكا لا وأو يا نيبا يا راس بيوسي نكبي وآوكا هلي نقليني أو كفالة مريم بك يعني أو إلقاي أقلامي أنا بويا أكر
تابزان كاميان كفالتي مريم بقرنا عهدي خوان بخير وما كنت لديهم تول لا اوان نبوي او كاتيك اوان يختصمون كدرجير من لقويك اموي من ابي لاي من بي او ابي لاي من بي وامانه بله ولدن ولد عثب وسل دا يعني لدن يشهر لجيقي عند دا أنيشي إذا كان الحمل إذا كان المحل محل ابتداء محل ابتداء غايتين وقتي كشويني كشويني إبدا غايت به وكو جئت من لدنه مثلا جئت من البصرة من البصرة وهاتون مثلا إلى إيرا مثلا إتشن كشوانة كشوني ابتداء غايته أو لدن يعني جئت من عنده وقد اجتمعت في قوله تعالى ولقول خوي تعالى ده هادو كان كوبنته هم لدنك هم عندك وكو علي فرمي آتيناه رحمة من عندنا يعني بلي أو آيات واوكي فيما ببيل في الشواء كم البو آيات كي ننسي وقتها شاهدي يمنية وبلام كما يبيوي بيأوى عايشان يكا شاسو بانجة تياتي بالي هنيتي يواهم بالي للايان ها لا يخوان ما نوع علمان بيفير كربو جاي سكانين يا اللي وشاتون مثلا علمناه من 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 عندنا عربي لا يعني خمانه ومثلا علما بيدابو هتا اجات كوي او حتما اوش ولا كم ترى او ابدا غايد بخوا كنوتي لا شو نك على دنديك ابدا غايد بخوا جاي سيجي ولو جي ابي عند فيهما او بي لدن لصحه يعني اقل هادو شو انك مثلا عند بها ورياي آتيناه رحمة مثلا من لدنا وعل من عندنا وعلمناه من عندنا يان هل لدن بنا من لدنا رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا هل على الصحة صحيحة بو ولكن ترك دفعا للتكرار بلام تركي هناني هردو كان كراوة يعني وكبر هر كان بيني لبلو تكرار روندا مثلا عنديه ناو لدنيه ناو كاوش خوي درسك جوريا كسانية كمثلا الشعر يا وتارا نوسن لكلماتها ورديفها ومعنى استفادكم على تكرارنا كانوا وإنما حسن التكرار لدى في وما كن أي أري باشا أجر وياه خو باراسن بوا لتكرار لداشا لدى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم دوبا مثلا بعد ذلك عند بوايه بولي واتكرار هاورياو مثلا صرف النظر كريا لتكرارك برام ليرا أو صرف النظر نكراو عليه وإنما حسن تكرار لدى النوك وشاكيش تكرارك لو ما كنت لديهم لتباعد ما بينهما شك بينك عن دور كوتر ها لديهم أو إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت أو كلام زورا لبين دي جاء مجال دايكي تردي قيناك أوالي باشا لتباعد ما بين ولا تصلح لدن هنا يعني لو آتا أسن لدنا قنجي يعني بجي لدى لدن بيني بو لأنه ليس محل ابتداء لبرو محل ابتداء غايدني ويفترقن من وجه ثاني وجاوازي كتر هي بيني لدى ولدن دا أو يك جاوازي وبو ليوا أو جاوازي أو بو كمثلا لدن لشوين ابتداء غايتها بكار بري بلام لدى وانيا أما جاوازك دومي ولا تكون إلا فضلة لدنها مش فضل أبي بخلافهما ببيت شواني عنده لدى
بدليل ولدينا كتاب ينطق بالحق. العال لدينا لوا ظرفة متواجوي يعني ظرفه وابت خبر وكتاب جملك. يا عندنا كتاب وعندنا كتاب حفيظ. كتاب عندنا خبرك يا تيوبيش كوت البتة أو إذا واقع أو إذا خبرك يا أو عند أجر ناخو سكان عند لوا فضلية شنو ظرفة ظرف مفعول فيه هي ولي مثلا متعلق كي كبر الإنسان مستقرنا حاصلنا هركامك أو لا أصل أو خبرك يا إذا أم عمدانية أو عمدية بلام شن لجي عمدة دانشتوا حكم عمديها يا هم لدينا هم لداو لداو هم عنديش. وثالث فرق كيسي همشانية وهو أن جرها بي من أكثر من نصبها يعني أوج أويا لدن مجرور بونا كي بمين زوات الله نسبكي مثلا عندها كم ترميني لا سرى ولا لدن ميني زوات الله سرى حتى إنها لم تجئ في التنزيل منصوبة حتى بجورك يوا لقرآن أصلا بمنصوبي هرنهاتوا يعني مهر مين لهركوك على دنيا هاتوا مينك إلى سرى حالبين وجر عندك كثير برام عندك مثلا جر زوره وجر لدى ممتنع جر لدى هر ممتنع مثلا من لدى هر نعلي والرابع جات ما شاك هو كوتي جرب من زوت لنا سباكيد يعني نسباكيش هيا يعني أولادنا هم بمينكش مجر أبي يعني بجورك زور القرآن فقط بمنصوبهات بمنصوبين هاتوا يعني يكون مين إلى سر نبي عندش بو مجربون كي زوره وادي أنا منصوبون شي زوره وإلا داهر مجرور ناكريا. والرابع وهو أنهما معرباني وهي مبنية في لغة الأكثرين أويا كأنهما عند ولدا معرب برام لدن للغة أكثرين أويا شيبيجن مبنية. وخامس فرق كيبيان جيب شاني وهو أنها قد تضاف للجملة يعني لدن جاري وها إزافة كريب ولا جملة إيش ولأوان تروادي على إزافة ناكريب ولا جملة وكو صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب صريع يعني لأرزدراو مثلا جالي ربا معنا أهال أزاري صرعي لقلايا ديوانا غوان جمع غانية يعني آفرة جوانا كان جنة جوانا كان راقهن ورقنه بالي علي أو كسيك ديواني جنة جوانا كان أو جنة جواناني كراقهن كبالي كأو بياوة أو جناني نزري أو جناني بلا إخوة جلب كردوة يعني سرنجي أواني راكية شاوة ورقنا هو جنجوانا كاني سرنجي أميان بلا إخوة راكية شاوة أميان توشي تعجبو سر سرمان كردوة أما لكي وهي لدن لو كاتوا كشبة كبوة بجوان يعني قدرتي جواني بها كردوة حتى شابة سود الذوائبي تا او كاتي كسبي بوا مورشكان الزوائب يعني او مواني كبم لولاد يعني اخوارا واماني امانا سودك سود جمع اسود يعني الرشكان يعني حتى شاب الزوائب السوداء يا زوائب السود تا او كاتي كمورشكان سبي ابن اسا اولادنا اذا فكر ولا جملة شاب حتى شاب باشا أما أو سا شاهدي برا لدن إذا ولا جملة كلا صريع فعول غوان را مفاعيل قهن نفعول ورقنه مفاعل بحري طويلة لدن شب فعول بحتى شا مفاعيل بسودذ مفاعيل بنا بسودذ فعول ذوائب مفاعل وسادس فرقك ششمش عليها ششمك هو أناق لا تلاف جاري وهر إذا فناكر لدن ولأوانها مش إذا فك وذلك أنهم حكوا
في غدوة أو غدوة لا غدوة دا وبعرابي محكي خلنا حسبوا فيها كناكين ليرة لغدوة دا لغدوة دا حكايتي عن كردوة كام غدوة الواقعة بعدها أو غدوة يك لدواي لدنو مثلا لدن غدوة بره واقعة بين الدوايا و وذلك أنهم حكوا في غدوة الواقعة بعدها الجرة بالإضافة يعني جربة إضافة حكايات كدود لدن غدوة آوة معناه إضافة بوا والنصب على التمييز لدن غدوة إتو معناه إضافة نكرة آوة بالتمييز والرفع الرفع لدن غدوة آوة بإضمار كان تامة بإضمار كان بتامي كواتا أما أواني شاندا كأم لدنا بعدم إضافش بكار أبري ثم أعلم فاشا مثلا أن عند أمكنو من لدا من وجهين مثلا قلوتي عندي اشتكى قلن جيجير ترى للايمن ولي أقبل لدي للايمن بأن زي عند جيجيري ناقياني أو جيجير ترى قياني أحدهما كان ويبالي أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني أويك عند ظرف بيبو أعيان ما سنشت عين كانها فلما رآه مستقرا عنده أو عين للاي تخت عرش كي زليخة كل زليخة نا بخش بلقيس إما وكاتيش زليخة ما نودي اشتباه أو بو أمجرى قال الذي عنده علم من الكتاب علم عنده علم علمك أو معانية جزي معاني هم خلاصة ظرف بو أعيان وبو معاني تقول هذا القول عندي صواب ونم قول بلا من وشعك دي بو بو معانية وعند فلانين نا والله كلا عندي يعني للاي من مثلا وباشا قولك للاي تويا وبلا فلانو دي يا وعند فلان علم به ولا يفلان كز علم هي بوشتا آوة ويمتنع ذلك في لدا بو معانيك وعند فلان وبو عين ما خو شوني أجر هذا القول عندي أجر قول كبي ليوا أجر مثلا منزور من قول بي نما منزور مضاف إليه كبي أجر وابي أو خو قولج عين كرة معناية دي أمجا قبل عند فلان يرى شان منزوما علم كبير لا أو بي أو شر معاني هي شان بو عينين بعض ويمتنع ذلك في لدى ذكره ابن الشجري يا ابن الشجري في أماليه ومبرمان في حواشه مبرمان ناوين فريق باشا ابن الشجري أوان ذكر نقول لي ولي أو مثال هل مثال كان يخوة ما دروز بو أو إيكا إذا مستقرا عنده وهو تختكيه للآياتي لأن الله يشعر عنده علم من الكتاب وهو هناك أعيانك أما بو حالتي أقرب حالتي إزافك بمزاف إليك ب أما لهذا كان عندي لا متكلمك أو عين عند فلان يشهر فلان يشهر عين فهذا مثال كانت يكن أقرب غير مزاف إليك ب قولك للاي مثلا للاي منها علمك لا يفرانك هذا هم قولك وهم علمك هادو كان شين هادو كان معنى نوكات فهذا بي أقر بمعنى مثلا مثالك بينينو يكيك بو عينو وأوي تريش بو معنى بي هي بو هي عينك أو فلما رآه مستقرا عنده بمثال بيرينو باشا بو أوي تريشان وقال الذي قال الذي عنده علم من الكتاب أو بمثال بيرينه شن أبيت أخوي مثلا ليس عندي لو أخو ظرف نيبو هناك شن ودي ظرفا للأعيان والمعاني ساقر عندك ظرف بو قولك ظرف باشا بو يمتك بو مزاف لك ظرف نابي يا لو كاري فلما عليه فلما رآه مستقرا عنده هناك مستقرا للاي استقراري عرشك للاي أو حاربي أو عرفي بمستقر أو عينك للاي مستقر شاكا برام لو يتريك أنا قال الذي علم عنده علم من الكتاب علمك للاي مستقر أو بوزر فكوبي برام أمي سالة تنوعي تانية
بهر بر مثلا هر دوكان هر بو معانيه فاز مثالك صحيح يزول. والثاني تنبيه دوام باشا وجه دوام كالا عند امكن انك تقول عندي مال وان كان غائبا مثلا بري عندي مال بولكم للايه لقال وجه بولك العن قرفان ثانيه لشوين كيتنا بعدين ولا تقول لدي مال لدي مال الا اذا كان حاضرا ما قال زماني بلات به حد يكسر فيه. قاله الحريري وابو هلال العسكري وابن الشجري وزعم المعري أما معري زعمه أنه لا فرق بين لدى وعند وفي وياك فرق يعني وقول غيره أولى برام قولي غيري معري كار الفرق يعني أولويتي زيادة. وقد أغناني هذا البحث عن عقد فصل للد ولدى في باب اللام في باب اللام عليه أم بحث مني بين ياسكر لدى بستني فصل يقبو أو دو كلمة بو لد ولدى لباب لام اللي تازقش ما باب لام بس أم دو كلمة أنا بوناكم لبروي كلي راب اسمع كردو موافق ان شاء الله. ام جنوري غيره.